السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات هنكون بنصمم حاجة للينكدين أو تويتر أو فيسبوك، بس ما عندكش المقاسات بتاعتها. ففي موقع بيديك تمبليت بحيث انك تمشي على نفس المقاسات دي تشتغل عليها. على سبيل المثال، لو انت بتعمل حاجة لينكدين هيقولك انت عايز تنزلها مثلا على هيئة الفوتوشوب البي سي دي، ولا عايز تنزلها للاكس دي، ولا عايز تنزلها امتداد هو الاف اي جي او سكتش. فتقدر تختار الامتداد اللي انت عايزه، تقدر تنزلها تعملها داونلود عادي مجانا، تمام. هو بيقولك المعلومات بتاعتها، لو انت هتشتغل في الفيديو 1200 في 1200، والمينيمم 640 في 640، وهكذا. لو بتعمل بروفايل بيكتشر المقاس بتاعها كذا، فبيبدأ يديك المعلومات اللي انت عايزها، تمام. هي صفحة واحدة بس فيها معلومات كتيرة جدا، ممكن تقول له قول فيبدأ يحملك كل الامتداد ملف، تقدر تختار اللي انت عايزه. فموقع بيساعد جدا خصوصا المصممين اللي هم عايزين يصمموا حاجة لشبكات التواصل الاجتماعي. الموقع اسمه socialsize.io.